التقى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة في مقر نادي زعبيل للسيداد مساء الخميس بحضور مديرها التنفيذي سعادة جمال بن حويرب، مديري الإدارات وموظفي المؤسسة في أمسية رمضانية تجلت فيها روح التآلف بين الموظفين الذين يعملون بروح الفريق الواحد. وقد تبادل سموه مع الحضور التهاني بشهر رمضان المبارك متمنيا لهم التوفيق وتحقيق المزيد من الإنجازات في مجالات المعرفة والكتابة والقراءة والارتقاء بأهداف وجهود مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة في هذه المجالات. وخلال اللقاء الذي تنظم المؤسسة لموظفيها سنويا شرح بن حويرب المشاريع والإنجازات التي حققتها وأبرزها مؤشر المعرفة العالمي وبرنامج دبي الدولي للكتابة ومكتبة دبي الرقمية، إلى جانب مستجدات تحدي الأمية واستراحة سيدات وغيرها من المشاريع الاستثمارية في الطاقات البشرية. وقد أشاد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم بجهود فريق عمل المؤسسة وعطاءاتهم في سبيل ترسيخ أهداف ومهام مؤسستهم المتمثلة في تعزيز ثقافة المعرفة في شتى حقولها وتعميمها في مجتمعنا والمجتمعات العربية. Спасибо.